هنا إذاعة صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والجمعة من كل أسبوع من 8 إلى 9 مساء بتوقيت إريتريا، وعلى الموجة القصيرة 11720 كيلو هرتز أو 25 متر باند، وعلى مدى 24 ساعة على القمر الصناعي النايت سات بثماني درجات غربا، وعلى تردد 11678 بالاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى. المستمعون الأعزاء، مساء الخير، أرحب بكم أنا أمال علي وفريق العمل في صوت المنتدى مع ساعة إخبارية لهذا المساء الأربعاء 5 فبراير. في مستهل ساعتنا لهذا اليوم تتابعون نشرة للأخبار، يليها البيان الصحفي لمنتدى الحوار الوطني الذي ألقي في العاصمة البريطانية لندن مساء الأحد 2 فبراير، يلي ذلك التسجيل الكامل للمؤتمر الصحفي ومشاركات الحضور حول تدشين نشاط منتدى الحوار الوطني. متابعة طيبة.
لم تخمد الأشواق في أعماقنا لم ينزوي نحن الطريق الزاحفون مع المدى لم ينحنوا رقم المجال والحريق أحبابنا 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 وفي عناوين نشرة هذا المساء: منتدى الحوار الوطني يدشن رسميا نشاطه السياسي، وفاة اللاجئ الإرتري توماس حديش في جيبوتي إثر معاناة طويلة مع المرض، النظام الحاكم في إريتريا يقوم بعدة تغييرات على المواقع العسكرية، وأسمرة توقع اتفاقية الأجواء المفتوحة مع قطر في محاولة لكسر الحظر الجوي. تفاصيل النشرة: أعلن منتدى الحوار الوطني في بيان صحفي عن تدشين نشاطه السياسي، وذلك بحضور كل من الدكتور أندي برهان ودي قرقيس الذي تلى البيان، والمناضل عبد الله آدم والدكتور أسفاو التخسي. وستتابعون أعزائي المستمعين تفاصيل هذا البيان في ختام نشرتنا هذه. أورد موقع أزمارينو الإلكتروني نبأ وفاة اللاجئ الإريتري توماس حديش والبالغ من العمر 21 عاما في مركز احتجاز نيجاد بجيبوتي، وذلك بسبب حرمانه من العلاج من الأمراض التي ألمت به خلال الثلاثة أعوام التي قضاها في مركز الاحتجاز بعد هروبه من إريتريا ودخوله إلى الأراضي الجيبوتية طلبا للحماية واللجوء. هذا ويفتقر مركز نيجاد إلى أبسط مقومات الحياة الإنسانية، حيث لا تتوفر فيه المياه الصالحة للشرب والطعام اللائق والرعاية الصحية الأولية، بالرغم من انتشار الأمراض بين اللاجئين المحتجزين فيه. وفي السياق نفسه، نقلت إذاعة صوت أمريكا عن لاجئ إريتري في جيبوتي قوله إن 270 لاجئا إريتريا بجيبوتي قد دخلوا في إضراب عن الطعام منذ 16 من يناير الماضي، في محاولة يائسة منهم للضغط على السلطات الجيبوتية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين لتحسين أوضاعهم المعيشية السيئة ونقلهم إلى معسكرات إيواء اللاجئين بدلا عن مراكز الاحتجاز التابعة للشرطة والتي يعيشون فيها منذ أكثر من 3 سنوات أو ترحيلهم إلى بلد ثالث، حيث يتكدس عدد كبير من اللاجئين في غرف ضيقة وتتفشى بينهم الأمراض المعدية في غياب الرعاية الصحية، مضيفا أن إضرابنا عن الطعام هو للفت أنظار المجتمع الدولي ومنظماته المعنية إلى أوضاعنا لا إنسانية بعد رفض السلطات الجيبوتية إخراجنا من مراكز الاحتجاز بسبب المخاوف على أمنها الوطني وتقاعس المفوضية العليا للاجئين في القيام بواجبها تجاهنا. ومن جهته نفى وزير الخارجية الجيبوتي السيد محمود علي يوسف في اتصال هاتفي مع صوت أمريكا لهذا الشأن علمه بنبأ الإضراب عن الطعام، ولكنه صرح بدخول أسيرين من بين 18 جندي إريتري من أسر الحرب أدخل إلى مستشفى لتلقي العلاج. وأكد الوزير الجيبوتي أن بقية الإريتريين الطالبين للجوء يتم التعامل معهم كلاجئين تنطبق عليهم قوانين اللجوء المتعارف عليها.
في إطار التخبط والارتباك الذي يعاني منه النظام السياسة فرقي، وفي إطار مساعيه لإطالة أمد حكمه وتنفيذا للقرارات التي خرج بها في اجتماعه الأخير في مباتكلا، والذي دعا فيها إلى إعادة التنظيم الإداري، ذكرت مصادرنا من الداخل بأنه قام في الأيام القليلة الماضية ببعض التغييرات العسكرية التي شملت تبادل كبار قادة العمليات العسكرية لمراكزهم الإدارية. ووفقا لهذه المصادر، فإن هذه التغييرات كانت كالآتي: تعيين العميد جرزجهير ووتشو قائدا لهيئة أركان قوات الدفاع الإريترية بدلا من قائد المنطقة العسكرية الشرقية. تعيين العميد هيلي ساميئيل تشاينا قائدا للمنطقة العسكرية الوسطى بدلا من قائد المنطقة العسكرية الغربية. تعيين اللواء تخلي منجوس قائدا للمنطقة العسكرية الغربية بدلا من قائد قوات الاحتياط. ترقية اللواء جبري هيوت لجي قائدا لقوات الاحتياط بدلا عن نائبها. وذكرت مصادرنا أنه بالرغم من أن الهدف الأساسي من هذه التغييرات، والتي ستشمل الوحدات الصغرى من الجيش، هو محاولة يائسة لقمع النشاطات المناهضة للحكومة والتي بدأ لهيبها يستعر بين أوساط الشعب وقوات الدفاع الإريترية، إلا أنها سوف لن تحول دون سقوط النظام في أقرب وقت. وفي هذا الإطار، أوضحت المصادر بأن تعيين العميد جرزجهير ويتشو الذي يعاني من مرض عضال منذ فترة ليست بالقصيرة كقائد لهيئة الأركان العسكرية يؤكد مدى تخبط النظام واستهتاره بقوات الدفاع الإريترية. وأكدت المصادر بأن النظام يعيش في حالة من الخوف والهلع نتيجة لاستفحال تداعيات الحركة التي قادها العقيد الشهيد والدعالي ورفاقه بين أوساط الشعب والجيش. بعد أن شهدت إريتريا حظرا غير معلن في الملاحة الجوية نتيجة إيقاف الخطوط السعودية ثم السودانية وشركتي ناس إير ولوفت هانزا رحلات طيرانها من وإلى أسمرة، وقعت الهيئة الإريترية للطيران المدني في 30 يناير الماضي بالعاصمة أسمرة اتفاقية الأجواء المفتوحة بين إريتريا ودولة قطر في مجال النقل الجوي، وذلك في أول تعاون ثنائي بين إريتريا وقطر بعد تسلم الأمير القطري الحالي الحكم في البلاد. ولم تعلن الحكومة الإريترية حتى الآن في وسائل إعلامها عن نبأ الاتفاقية التي وقعها مدير هيئة الطيران المدني وهيئة الجمارك في السهية هيلة، وعن الجانب القطري مدير الطيران المدني والمطارات صالح بن عبد الله الهارون بحضور أعضاء وفدي البلدين المكون من شخصين فقط من كل جانب. وكان البند الخامس من الاتفاقية مثار اختلاف، وهو ضمان حرية المسافر في اختيار الخطوط والاحتكام لمقتضيات السوق في حال إنشاء الخطوط الجوية الإريترية أو أي خطوط محلية أخرى، حيث أصر الجانب القطري على مبدأ فوافق عليه الجانب الإريتري بعد الرجوع إلى مكتب الرئيس. هذا وسعى النظام إلى توثيق العلاقات الجوية بينه وبين كل من السودان وقطر باعتبارهما أقرب الداعمين له بعد توقف طيران الشركات العالمية. فعودت طيران الخطوط الجوية السودانية وشركة نوفا السودانية رحلاتها إلى أسمرة بشروط جديدة تمثلت في فرض أسعار باهظة للتذاكر أرهقت المسافرين. بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا لهذا المساء. هاجر كساب زلو ليلت عنت نهار نت خلص. Good afternoon, friends, colleagues, and compatriots. Welcome to this event, and thank you very much for being here with us for the launch of the Forum for National Dialogue. I'm going to read a brief press statement on behalf of the forum, and then the floor will be open for discussions, questions. The Eritrean people waged an epic struggle, won the war of independence against all odds, and opted for sovereignty. خاض الشعب الإريتري كفاحا مسلحا بطوليا ونال استقلاله رغم كل التحديات والصعاب، وأصبحت إريتريا دولة مستقلة ذات سيادة بعد إجراء استفتاء راقبته الأمم المتحدة.
ومع ذلك لم يتبع ممارسة إريتريا حقها في تقرير مصيرها كوطن ممارسة الشعب الإريتري حقه في تقرير مصيره في كيفية إدارة شؤونه العامة والخاصة. فقد حرمنا كشعب الحق في اختيار من يحكمنا، قتلنا من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة، قتلنا من أجل الكرامة وحقوق الإنسان والازدهار، ولكن وفي خيانة مطلقة لهذه القيم تعيش إريتريا تحت وطأة حكم استبدادي فردي، اقتصادها في حالة من الفوضى، وشعبها يعاني من القمع الوحشي والفقر المدقع ويفتقر إلى أبسط مقومات الحياة الأدمية. لقد تركزت كل السلطات بيد الرئيس في ظل غياب الدستور المصدق عليه وتعليق عمل برلمان وتعطيل مؤسسات وأجهزة الجبهة الحاكمة وتطويع القضاء وقمع المعارضة الداخلية، مما أدى إلى حكم البلاد بدون قيود قانونية ومؤسسات رقابية، إلى حدوث انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان الأساسية واعتقال المواطنين والصحفيين وكبار المسؤولين وإخفائهم لأجر غير معروف في إطار الحبس الانفرادي المجهول والحظر المفروض على الصحافة الخاصة وحق تكوين التنظيمات والأحزاب السياسية ونقابات ومنظمات المجتمع المدني. أصبحت إريتريا دولة محاصرة ومنغلقة سياسيا، اقتصاد منهار وخدمة وطنية مفتوحة الأمد، مما حرم الشعب من حياة كريمة ودفع بالشباب إلى اللجوء تحت مخاطر كثيرة، وفي محاولاتهم لاجتياز الحدود يتعرضون للهلاك على أيدي عصابات الإتجار بالبشر في الصحارى ويغرقون في البحار. إن إريتريا اليوم في أمس الحاجة إلى التغيير، التغيير كضرورة حتمية، وعلى الرغم من وجود معارضة داخل وخارج البلاد إلا أنها تفتقر إلى الآلية المؤسسية للتحول الديمقراطي، كما أن غياب الحريات كحرية التعبير عن الرأي والتجمع صعد من مخاطر الانفجار الداخلي، مما يؤكد وجوب العمل لإدارة التغيير لتمكيننا من تفادي مخاطر أي انهيار وضمان حقن الدماء. إن المنتدى الوطني للحوار يعمل على تحفيز المناصرين للديمقراطية داخل وخارج إريتريا للعمل من أجل تحول سياسي منظم، ودعم العمل السري الجاري في داخل إريتريا، وخلق توافق في الرأي حول الإجراءات الانتقالية، بما فيها خلق كيان وطني من ممثلين منتخبين، وتبني دستور وطني، وانتخاب حكومة من خلال صناديق الاقتراع. والهدف من استبدال النظام الديكتاتوري بنظام حكم دستوري هو كفالة لحقوق المواطنة المتساوية للجميع، بما فيها الحريات الديمقراطية والخدمات الاجتماعية التي تتيح الفرصة للتطور الذاتي وخدمة البلاد. يسعى المنتدى إلى دعم الحركات الشبابية والعمل معها باعتبارها الامتداد الطبيعي وعماد المستقبل في إريتريا، ويستند في ذلك على مفاهيم وقيم اجتماعية تهدف إلى تعزيز الحوار الشامل، وذلك عبر أولا إقامة ائتلاف وطني عريض، ثانيا بناء جسور التواصل بين دعاة الديمقراطية في الخارج وقوى التغيير في الداخل لتسريع عملية التحول المنتظم. وفي هذا السياق يرحب المنتدى بكل من يتبنى أجندة سياسية للتغيير الوطني ويدعم عملية التحول الديمقراطي، كما يسعى المنتدى إلى كسب دعم محلي وعالمي في عمله نحو التغيير الديمقراطي، وكذلك خلق علاقات مبنية على المصالح المشتركة بعيدا عن أي تدخل في الشأن الداخلي، وكذلك إنهاء حالة اللا حرب واللا سلم مع إثيوبيا من خلال التطبيق غير المشروط للقرارات النهائية والملزمة للجنة ترسيم الحدود الإريترية الإثيوبية، والسعي لتسريع عملية التنمية المشتركة من خلال إحلال السلام الدائم والتعاون السياسي والتكامل الاقتصادي بين دول الإيجاد. لندن، 2 فبراير 2014. I'm
نسانت نحرنت كل قلص بنا قنا قنا نحقنا لو تي قنا قنا وفيما يلي أعزائي المستمعين تتابعون أحداث المؤتمر الصحفي الذي عقد في لندن إثر إعلان منتدى الحوار الوطني عن تدشين نشاطاته السياسية رسميا. متابعة طيبة. Thank you very much for your attention. And the floor is now open for discussion. Martin? Can you explain why this is different from previous attempts to bring about change in Eritrea and what the process was in bringing about the forum? I think we are all aware that organized political opposition due to the lack of opportunities to do so at home has been prevailing outside Eritrea. But we also know that the last few decades have not resulted in the achievement of the political objectives of the external opposition. So the establishment of the forum is based on an assessment of the experience of the last few years. Yes, there have been very significant advances. The opposition outside Eritrea has managed to expose the nature of the regime, to expose its, blatant human rights violations, essentially to expose the fact that the regime has betrayed the aims, objectives, and ideals for which the people of Eritrea fought for 30 years, one of the longest wars of national liberation in modern African history. 65,000 martyrs for a small country, for a small people, is really a huge sacrifice. But all that struggle, all that sacrifice, was not made for the kind of Eritrea we see today. All of us, we spent our youth in the bush, not to create the conditions under which our people today languish. We fought, as I said earlier, for freedom. We fought for democracy. We fought for human rights, for human dignity. In terms of the objective we fought for, what we find is the exact opposite. So, yes, the struggle for democracy, the struggle for change inside Eritrea has continued, but it has not achieved its objectives. So on the basis of that assessment, we decided to establish the forum first and foremost to catalyze an internally driven, Eritrean-owned process of change. Change in Eritrea can only come about by Eritreans. And as former members of the government of the liberation movement that won the war, we have all kinds of linkages, links. And we intend to use these links to catalyze change from within. At the same time, there is a relatively large diaspora, Eritrean diaspora, which has played a very significant role historically during the armed struggle. Even after the liberation, had political space and economic space been open to it, it could have contributed significantly for the reconstruction of the country, for the development of the country. And many of them, in fact, many people from the diaspora came back in 1991 until 1993. In fact, until the outbreak of the war, the second war with Ethiopia. There was a lot of excitement, a lot of euphoria, and we thought that
we could actually jumpstart the economy of Eritrea. We could rebuild the country very rapidly because we had a very significant, committed, qualified, professional Eritreans outside. But all that came to naught simply because, as I said earlier, the political space closed down and the economic space became tighter. In fact, people in the private sector were squeezed out through not really the government, but the front organs. Front monopolize the major sectors of the economy. And so all of that prevented the diaspora from playing its role in the post-liberation era. But today, it can also duplicate the constructive, patriotic role it played during the war and the role it attempted to play immediately following independence. And so the forum tries to create political consensus among the diaspora. We're all aware that there are divides in the diaspora. Diaspora politics is highly polarized. We intend to bridge the gap in these divisions among the diaspora. So while we try to create political consensus outside, especially about the need to change the regime in Eritrea, and most importantly, on the necessary transitional arrangements that must begin to be implemented following day one. So I will try to build political consensus through inclusive dialogue outside. We also try to build a bridge between the diaspora outside and the internal pro-democracy movement that's going on inside Eritrea. For obvious reasons, the movement inside Eritrea is covert, it's clandestine, but it exists. Maybe I should stop here and let my colleagues complement what I said. Well, I don't have much to say. I think you have said everything. But I think one of the differences is that we are a movement. We are a forum. We are not a political organization. Now, there is a difference between these two in terms of objective as well as structure. As a movement, as a forum, we are led by the objective. In a sense, we are not coming with an alternative political party that will replace the existing regime. In fact, what we want is just to have create a platform where every Eritrean will have a chance to have its own say. In a sense that we are struggling for freedom of political liberty, where there will be full chance for every Eritrean to exercise their political beliefs. Now, that does not mean that we agree with all political parties that we have now, but we are fighting for their rights to have that say. Whatever differences we have, we are going to say it later, when the political platform in Eritrea is created for all Eritreans to have a say in their country's affairs. So that makes it different. We are going for the minimum program. In a sense, we are fighting a monocracy, a one-person rule, and then we are also going to fight to have a political platform that will be inclusive. These two are the main objectives of this movement. We are not a political party. We don't have a program. We believe that that will come later, after we have a chance to have a say in our own affairs. Michaela? No, maybe you can just expand. If you say you're not a political party, what are your relationships going to be like with the existing parties? Have you already been talking to them? You know, I mean, it's sometimes quite hard to visualize what a forum is and how it relates to existing political parties. Actually, some of these political organizations have their members in the forum. The forum is open to anyone
as an individual or as an organization. And we've met, I should say, virtually with most of them. And the response is very positive. We've not seen much divergence of perspective with what we've offered as a minimum program. Those with whom we've talked, and this is a continuing process, in fact, work in progress, they've said that they agree with what we've put here, and they're willing to work with us. And the way we work as a forum is open to anyone who says, I have this ability, I can do this, I have this time. It's a question of how much of their effort they're willing to commit, how much of their time, etc. Otherwise, we have areas of activity that we have identified, for instance, media. We are broadcasting to Eritrea, and we're also engaged in advocacy in the region and in the larger international community to explain our political agenda, to seek political support for our political agenda, and of course to create a conducive environment for support of the new regime when change takes place. But most of our effort is also focused on the on building the bridge between the diaspora and the interior, basically on the internal organizational work. So these are the activities we do, and anyone who has who is willing to participate in these activities, the forum is open. Yes, please. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you very much indeed for being here for the news conference. From the way you express the objective of the forum, it seems to me like a forum for national dialogue. It seems to me like there is a lot of national dialogue forums in exist in the Eritrean diaspora. And what's your relationship with the existing political, civic organizations and national dialogues forums already exist? That's number one. Number two, my reservation, to be honest, about the movement itself is that it comes into a very difficult time for the Eritrean struggle anyway. So I cannot see why you cannot incorporate with other or exist rather than creating a separate platforms for yourself and isolate yourself from the other certain groups with a similar nature. And I wonder if you could elaborate a little bit on that point. Thank you very much. With all due respect, I disagree with your characterization that we isolate ourselves from others. We are in constant contact, we are in touch. We're in constant dialogue. We've decided to establish this forum on the basis of our appraisal of what has transpired from 1991 until now. Okay? So based on our assessment, we respect the right of other organizations to organize and fight for political change in any way they deem fit, they see as best for themselves. As my colleague stated earlier, we do not necessarily agree with all these methods, because these methods, although they have achieved very important, I would say, they have made important achievements, have not been able to bring about the change from within, the change inside Eritrea. Okay? So, what we're saying here is, based on our assessment, the only way to bring change is to link
that effort to what's going on inside the country. You have to be present on the ground. Change cannot come to Eritrea from outside. Yes, we've seen instances of regime change, but I think all attempts at external regime change have created worse problems for the affected populations. And I can give you examples. I'm sure you know all of these examples. I don't have to count. So our focus on the internal process, our focus on trying to build political consensus outside. It's good that there are different forums of dialogue. Yes, it means Eritreans are speaking to each other. This is positive. It's through discussions like this that we can come to a mutual understanding of our common situation and the way forward out of our current predicament. So we're not isolating ourselves. We are in fact in constant touch. We're open. Our radio program is open for anyone. It's not censored, it does not cater to a particular perspective. It's open to any Eritrean who wants to write or has a different perspective. It's a forum for debate, a forum for exchange. What we've done is really initiate a process of national conversation among ourselves in the diaspora and at home, because it's quite followed, quite well listened to, and then build also a bridge between what's going on at home and what's going on outside Eritrea. We're taking advantage of the fact that here in the UK, for instance, we're free to organize, we're free to assemble, we're free to exchange. We cannot do these things in Eritrea. So it's a good thing that there are many forms. Eventually, there will be a coalescence of perspectives, and that's what's required, and that's what we aim for. أبزل قلو نعبي عود بغال سنبر عود بغال سنبر أكون أنبوز بي هاجر مزفكر هاجر مزفكر يخنون البي Barrington Moore's Social Origins of Dictatorship. For 100 years, no liberation front ever succeeded in bringing about social change. None. So that was one of them. Starting from Mexico, Vietnam, everything. What really worries me, and I said this before to Andrew Mahan, I think, is that dialogue is good, but if we don't talk to each other, the day after will be a different day. Because some of the organizations carry guns, they are all armed. I'm sure yours will be an arm. It really worries me that we are not seriously thinking about the day after. That's all I want to say. I think we are, maybe we've not made it clear, but that's our primary concern as well. So we are, I think, on the same wavelength. Yes, sir. Yes. Thank you for creating this platform. I wish I talked in Tigrinya, but for the benefit of everybody, I'll try my best. What we are interested here, and I'm sure you are interested in that,
This could be a continuation of or an extension of my friend and Martin as well. What we would expect and what would we try to contribute is how a national idea, a national program could develop. So what we are feeling even now, we are not, I don't claim what has been part of the EPLF or the other or the other. I'm not interested, though it has its interesting point. Now, what it seems even, I don't know, probably he didn't like it, but it comes. The tune, the practice is coming. This is what the others are feeling, probably. I felt. So, I don't mean... Abraha, yes, Mutiglinya. Then we'll translate, yes. تدلي وايكونا بارسي تي سلم ناي زباو غمبار نقرات عبزنون سا قال اين دليو ولا سكم اي دلهم اجي سكم كا سلسل بوحي سكم كتوال سو دليو هم كو بتغولي هم I have no doubt سو دليو هم مسي هم قريب كم دول قل يمس تي background يمس اب تي tune up to practice كل جزية يمس كومس معنا لبزعات معنا إيش بين أي درجة نهاجر أو يعذر قلنا زي أنت ضربت لهم دعوة فا لهم نيوزي دبل إذا ما كمل شيء هاي ده هو في كمل شيء غير تبي جمع هنا كابزي سمعت زي وسينا بجبرها نعونة هاجراوي مدى كوبرام راح زقلقل مدرات كنكربات كل حينا نزل كوبرام حادة كا ويك إريتريا بمقر دي إثيوبيا ومتى تتاو زي كبقانا كبل بزع بزي السومع مسابات في اللوغانو قد زي اللو يكونا أنا أقول لك 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 أنا هنا رأينا تتسرح بقى حري نحن نتسبيوسي الحركاب أول رأي أنا دلي أنا دلو غطر عيبون كتسبي وعسوز دلي أو انتايا حتى رأب لنا أوروب أولي تبني ناس اللي زخوني إنبت كرم ودي مالي غير Peter, have you translated to Martin and Miguel? No, a joke. No, I told him to sort of teaching of what you were saying. So. Well, I think it's, the questions are two. One is, if the Ethiopians are interfering, it's simply because they have interest, national interest, Ethiopian national interest. So we as Eritreans should always consider their interest as well, shouldn't we? That's one of the questions. The other question is,
this sort of cultural, political cultural challenge that we have, the image of the PLF. And then the suspicion that develops around such kind of image. How can we reconcile it? Am I right? Yeah, for the national interest. For the national, how can we change this? Yeah, that's what. So the first answer is going to come from. No? Okay. تقرينيا ولا بإنجليزي كذا؟ تقرينيا عايش؟ Okay. I speak well. You understand تقرينيا. فترس ملتراسي. فترس ملتراسي. أجي زي أنا مو ده تحط يد هرزي عشان خمسين كيدي ناس. كعسرة مثلاً عشان خمسين. زاد بالك يا أقدس إذا نايتوبيا تقمين نايتوبيا حلو علو كنايت. تقمينا شدان وين كحلو اللو كده بيتنا يوم زون كنوعي تقمينا جبوت كحلو اللو كنوعي كين تقمينا إرتاح كحلو اللو تقمينا عند هر تراخيو نسامعنا تقمينا عند هر تراخيو كن عند سامعنا إحليفنا إن هو نجر نروح أنا يكالو أي كحلوني سلذي داز بزلو النهري لبي ما أقول لنا بزح تقمينا أي فلان عند هلا بينا حدا عند حساسيو كرت حدا جن التي تقمي حلاف زلاف غون ما مسمع تسم أب كم زي نحنا إيرتراويان نتات تقمينا إيرتراخن حلوين مس إثيوبيا خونة مس جيبوت خونة ولا مس السودان مس كلهم حضرات ما لدي حنت كان عن طريق كم تاع عند برهان دول أنت كان سر هنا أنتي ريجينال إنتجريشن مو هاد مستي أب كبابي نازلو بقول أبا بقول مرة ببهلي ولا كمان ببوليتيكا مودات نقوم بوهن سر هنا بالرواسينا بمعرة كلها لا كم زوبا متى السامي اللي سيأخذون تسارقة بس أنا لايت حتى زبركة أبى حتى ده يا أنتوا بي ما كنون تنكي فوق أنا يروز أنا إذا كاتشر حجت سناي إسحاق ساسين نادل لنتايو تنسوز قد فادل لو إيرتراس أتا كلها نانفلت إيرتراي كونت بلوني كل إيرتراي فتلو دلوا بفل لايكا أبوليتيكا وبهلي أب إثيكس أب موراليتي نايتزي بوزح نقر تغيره قالوا حجي أتي نعوم الغاز كده ما يمعالت تغينس أب تخل أي معالتي زلونا بدهوتات ما أليا يقول إزياء حجي خمي قيرنا خنا عريا نخل ما نوال يبلاك بخم جاعت عريا خطول عايز قلنا حانت نقر كنقورا نقل قلنتا يا نحنا أزوم أب قدام زلنا مكبار نحنا حد حنا كل مدار لنا مصور كل مدار لنا سلاز نحنا كم فورم مثلا كتعلم أنا أنتايو أزوم كلهم إرتراويان أب قدام زلوا عدم نخاتو أب عدم كينهم كا بوليتيكا وقارس خكايدو مثلاً كحلو الله لنا كسح مود دعتك نتقابلنا شو عدي كنس ولا حب حجي جميرنا ما خنياتو جيت أتفرح كا أنتايا أتلو تي كم زناء كذاين عاون هنا وعال زناء برا لو تتزمس تايكون مخاني حجة أو تسقيها أنا يجي تاي راني و كم زاز لا نايم قصال تقوله ونسي علو ثمار هزبا وجنبار نيرة حجون هزبا وجنبار صباح كه هزبا وجنبار زبل كم بس الناس خير حجة نحنا كابتم حجة تموكيرنا تماهيرنا لبيمنا دلنا أبلات هزبا وجنبار نزخ مخيار يتعلمنا نزي مخيار تاي مالتيو زستفاليه بوليتيكا والرايا زلو سب كوني ودبسي صلاة يكونن حوو خايو سلازي تي بوليتيكا وفل اللي مهلاوسي هابتي نتهاجر سلازي كنت صاورن كنت كاورن ألنا أب هايمانوت أب صوتا أب بيهير اتفل اللي شي هابتي نير ترى مخانو دامبر كم تنساتهم حجز ولو زلو حنت حكي نساخ أتانا إساياس حكي كابا أدوس أقول لحظ كوموس آيكونن إلنا خنرد كنكال ألنا حجي إزي آية تقاسي تارا أبتاقل آي معالتسي مصفوار حجي حانسا أتي نايمساقا غير مدرخ
كلنا نقول كل قوامة وسرعات على إيرترا مسكو مشروع نحن بما قدرنا نغيد أكد من هزبنا قريبنا خلا نبوليتيكا وسلطان نوادا در مالاتي هزي أبتو نور مسرح كنا أدتو مالاتي هجي زلوغن بوليتيكا وفللي اللي هلوكا كدعيها سلائنا إيرترا سي آي إيه خا ويكا وياني خا كمو خوين لنا نقول لنا وزير هجي نحن شما لنا بعد سلازي نازي بهلاوي ناي كالنا انجليزي تقول كالتشرال ديفورميتي عادي اتنا هنا بهلسي اسن كيلو مو ما بلاش يوم سلازي هذا زلنا عبي عبي ستاي مس كاب حجي خا جمر الله قد انت ما كنت دبل حق كاب حجي جمر الله دالوك لنا حد هنا رغب لنا كنكب لنا كنزات لنا كنقوي قالنا كن كنكبابر قال الساعه هذا culture of tolerance تبال نزيا كن مسافر كلام لنا هذا هاجر كلام تداو. I think on this matter تزارب كازو دا نقرأ يلات بزحون كوسخوز ال وسخ نقرأ بالدين قل تحاولنا زول حتى هاتنديو مثلاً بقدم النت سب نفسه مقياري زاد اليوم نحنا نفسنا عند حرق غيرنا تراحينا كنعبد نخيل كهل لو تخلنا مثل نخيل انت هذا أقول لك زي أنا نسخة جبهة إخايلة تراح تحسب كويني نسخة دي يكون كجبهة أنا أي تغير كنز الله مهنياتو نسخة خمسة متان سبي خامو تحسب خايل خامن لأني أبكندي تراح جبهة أخذ بلنا سيد يبل كان قال نسخاكو قد مجبها سبي خانير كا قال هي وتنير كا جبها خام حد مسرح مسي خايو تودي خا حليفو تقصر الله خاص لذي سي كمزي حنسا ولد خاز هابو خاشم زي قير كساب تموت له معلتي كو مجرنا نوخذ بلنا بوليتيكا ود بوليتيكا ود بقاطامي تاكو امبر كاب قدم ناتكا قبيلة خوين تأتوي يكونن ويكاب قدم تصحيح لك تأتوي يكونن أقعد أمي أبقاسي قلي خاب حدا ودبت هون قلي خاب قال ودبت هون تودبات كأن الناتو كان شري هلو تكان شري تفكر يسأل وكا ناي محسبي خا معك أني نصي خون قال ملا مس جزيرنا مع بالك خات لوت أو مالتي مس بزح ناتنا جوز كامس كلا عجنا حاسي نوحينا غيرنا إحنا هزبا وجنبار نيرنا ذكعي كما يتحسب نيركان لحبي لكم من عاك مع سرت عمد الناس بس لو متزار وذل قاي متزار فيه ناتو أتحاسب أي فتسي مستقير هذا الناحج شعوه إذا أمن هذا نبركو حجي يسحق أن يتملي سخذ الكرة وكله حجي انتهى مالتي سب نفسه يقير ذل الله جمعا كم من دحر أمين إدمان الخالي سب بسبق بمتزخير سلزي زيادها مسرة تاوتي أمبر تزارون كلها ذكو هاب تناجبها تحاسو يتبقي سزارو لون نحري لك تودي أنا قر كن الرغبة ينخلنا وإن صاحب كان نحري وسيت كان كن الرغبة ينخلنا لذا أنا خمسة مت انتهي قربا له أبتاز قربا له نح تزارب كان نجن أب حد خن بس عن خل مثلا لذا بخمسة من قدي لوتي هنا خن بس عن خل بر ودباسي ناي تاريخه وقعد أم استساتفنا يوم إجامنا ذهبنا لنجرنا توسيدنا زبالة سعيد نحن قلنا سباتنا قد سألي نا معبلنا نخيد نقصب مع التموت ناس نالوتنا 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 نخيدنا مخنياتو بفلا لو منها إيروبا نغمت هيوتنا إيروبا نغر إلا نا بارتاتنا إيروبا همي ناقوز كمي جيرو ست عنيمتس قازيتا همي فريدو مالو ساب كنديت صلوا قبرة بتقولت كان عالم نايتها غير قلم زيون بعلم نعنا نتبكرنا نغير بزحس حقوزنا نقرات يومو كل جزيتي تلوت ناي بهلي زوتي ناي كالتشر لوتي راح يوزوا سألنا نحن نمبر بدنا قدم تراح كن الجامعة يبنا كله بدي أنا يتبع كل اللي حرفينو بوزع نحاسب اللي يبنا نخنياتو نحن نسومن كلنا كومبرومايز بس جبرنا تراح يزمت ستي نقدر نسومن بينهم كومبرومايز جبري كل يوم نحن نبين نحن جبرا يخلينا كل شيء إنا هنجبر زلنا بحد ما أكل أبو تان بتصح من السودان متاخو مش قرزه هلونا مخنياتو تي تاريخاوي
زخانة نقرات من إثيوبيا لنا من السودان يبنا حجستة زخانة إذا تاريخ بعلو نجزا عرفنا ناتو سنبرات الله ناتو سلوال الله نحنا دما وش إذا تاريخ إذا ناتو ولد ناتو محجي أبو سلطان زلوا أبو تاريخ إذا تولد يوم قال يوم كل ما بقمة أتيخا كل هنا أبتحتي حاد تاريخاوي نبرة مسرح إيو تشمس قبرنا هذا اللص لذي قصيلو بجنريشن اللي سنات لو تأسس لغير جن كل جزء كومبرمايز كن رتب بس قربت نام حساب سيت مسرح أو مفتاح مالك. I think on this positive note, thank you very much. And there is tea and coffee, refreshments outside, so we can continue the conversation. Kisalam alayk sahala, kisalam ata kisahala, kisalam ezabt al-ghayzala, zahmu qallin baray tamsilla. قدر غلار حقاق شنكلا قدر غلار حقاق شنكلا قشالان برد تلو قدري قشالان برد تلو قدري هيدا أمو زيت الرأب كولي ما غن صبغن كدللي قشالان برد قدر انت تلو سلام برقد انت تلو مرقنا مسل اخت حلو مرقنا مسل اخت حلو تايدي زبل زلو عزب خلو كم ايدي رغم انا كم كحلو دلعي فتحي كسم اتنينو ادم خلتا قوى بس تمنتينو تايو خونا لبقى لبنو تصوري كون انت خوين يخرد يلو
وفي ختام ساعتنا لهذا المساء أعزائي المستمعين، لكم مني ومن فريق صوت المنتدى أجمل التحية، إلى أن نلتقي يوم السبت القادم في تمام التاسعة بتوقيت إريتريا. تصبحون على خير.